عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد وفي نهار جديد. اليوم الجمعة، أول جمعة في رمضان. إلا قلنا الجمعة تنقولوا كسكسو، يعني واخا رمضان تنتوحشوا الصراحة كسكسو. دازو خمس أيام صراحة، كلينا المعجنات، كلينا كل شيء، وهذاك الشيء كله صراحة من بعد كيطلع في الراس، يعني مني وجبد وكاع الناس كيقولوا لك هذيك السيمانة الأولى صافي تيوليو المعجنات كيطلعوا لينا في الراس. تنبغيو كسكسو، تنبغيو نغمسو، تنبغيو، رغم انني انا كندير الطاجين وكلشي، المهم كنوعو. المهم توحشنا كسكسو، غندوز نصب معكم كسكسو بالطريقه ديالي، تيجي معلك وتيجي لذيذ. خليكم معايا تكتشفوا كيفاش كتجي. المرقه ديالو خاطره. ندوز دابا على بركه الله، تبارك الله، راه كلشي كيدير كسكسو، وكل واحد من ايديه تيجي زوين، كل واحد وطريقته. ندوز دابا على بركه الله، ما نطولش عليكم الهضره. ديجا هنا في كوكو درت العطريه كما كتشوفوا، درت واحد المعلقه صغيره عامره خرقوم بلدي، نص معلقه ديال الملحه، المهم الملحه كتبقى على حساب الذوق. درت معلقه صغيره ديال سكنجبير، نص معلقه ديال البزار، ودرت هنا معلقه ديال السمن. غندير دابا هنا شويه ديال الماء، وغندير هنا دابا اللحم. نحاول ندير ليه هكا في العطريه بحال هكا، وغنشعل عليه دابا البوطه، وغنخليه يتقلى في هذيك العطريه، ولكن بلا ما تحرق لينا. الا حسينا بالماء قليل غنزيدو على ما نقطعوا البصله. غنضيف البصله، وغنخلي كلشي يتقلى مزيان مع بعضياته. غندوز دابا غنضيف هاد البصله الثانيه اللي طحنتها حتى هي مزيان كما كتشوفوا. حتى هي سر من اسرار ديال الكسكسو، باش كيجينا المرقه ديالو ثقيله وزوينه. طبيعه الحال اللحم والبصله ملي دفناهم في اللون نخليهم يتقلاو مزيان مع العطريه، باش داك اللحم كيعطي المذاق وكيطلق البنه ديالو. ودابا غنطحن واحد ثلاثه طماطيشات حتى هما، غنضيفهم. دابا غنطحن مطيشة حتى هي نفس الطريقة اللي درت البصلة، غنضيف دابا مطيشة، دابا غنخلي كلشي يتقلى مزيان على ما نوجد الخضره. دابا غنقي خيزو ونقي اللفت اللي هما الاولين اللي كنديرو. غنخلي هاد البصله ومطيشه يتقلاو مع بعضياتهم مزيان. هاد المرحله هي المهمه في الكسكسو، ملي كيتقلاو العناصر كاملين مزيان، تقلى اللحم والبصله، راه كنت متاكده كتخرج لك المرقه زوينه. وغنضيف هنا تقريبا عندي غندير كاس ديال العنبه مخلط ما بين الزيت النباتية اللي هي الزيت الرمية والزيت البلدي. صافي كما قلت لكم غنخلي كلشي يتقلى مزيان على ما نقي الخضرة ونضيفها. دابا غنضيف الخضرة اللي هي اللفت وخيزو، هما اللي كنضيفوهم من الاولين، كيما كنسبقوا الخضرة اللي كتعطل في الطياب باش اللي تابعاها. وغنضيف قبطه ديال القزبر، الكسكسو كيدار معاه غير القزبر هو اللي كيجي معاه زوين. وغنضيف دابا الماء الكافي باش يطيب لينا هاد اللحم والخضره. صافي وغنغطي على الكوكوط، ملي تصفر نحسب عليها تقريبا واحد ساعه الا ربع، وغنبقى نخيزو طاب. انا كنصفيه هو واللفت باش كنضيف الخضره الاخرى. ندوز دابا على بركه الله نوجدو الكسكسو. انا الكسكسو اللي كندير هو هذا كسكسو داري صراحه، كنجرب شحال من واحد هذا هو احسن كسكسو.
كندير المويان، بعض المرات كندير نخلط بين المويان وبين الرقيق تيجي حتى هو زوين. بعد ما كنبغي نبدل غندير دابا كيلو ديال الكسكسو، كتبقى الكميه على حسب افراد الاسره. بالنسبه للكميه ديال الكيلو دابا راه كتجيني دابا كثيره مع الصيام، يعني راه غيبقى، ولكن انا تيعجبني الكسكسو يقدر يبقى نعاودو مره اخرى ماشي مشكل. غنضيف دابا هنا تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الزيت، صافي كنحاولوا نلبسوا الزيت الكسكسو بحال هكا. الطريقه اللي غندير دابا اللي طريقه اللي هي ساهله بزاف، اللي كنتو شفتو قبل الفيديو اللي كنت هكس معكم في بدايه ديال القناه كسكسو، كنشد كندير الماء بارد وكنبقى الطريقه العاديه، كنبقى نضيفو الماء بشويه بشويه حتى كيتشرب لينا كسكسو. دابا لا، غندير طريقه سريعه دغيا كيوجد بها كسكسو. صافي كنلبس هاد الزيت مزيان الكسكسو بحال هكا ونرجع معكم. ملي دابا لبست مزيان الزيت الكسكسو، دابا غنضيف الماء اللي يكون طايب مزيان، كنكبو بحال هكا. شوفو دابا راني كبيت الماء طايب مزيان، تتغطى به الكسكسو مزيان كيما شفتو، يعني راه الماء طلع ودابا راه كيشرب فيه. صافي غنخليه تيشرب هاد الماء مزيان باش نحلو وندير ليه التفويره الاولى. كما كتشوفوا دابا راه الكسكسو راه شرب الماء مزيان وبديت كنحلو، كما كتشوفوا راه الحبه محلوله الحبه على اختها. درت دابا الكسكسو في الكسكاس وغنديروا ايفور تفويره الاولى. ملي فار لينا الكسكسو كما كتشوفوا في هذه المرحله غندير ليه الملحه. كاين اللي كيذوب الملحه في الماء، انا ما كندوبهاش في الماء، كنديرها نيشان فوق الكسكسو. وفي هذه التفويره كنديروا الماء بارد. دابا غنبدا نحل الكسكسو بالماء بارد، تقريبا غندير ايطرو قل كاس هو اللي غيشرب ليا هاد الكيلو ديال الكسكسو. انا كنوريكم شحال ديال الماء بقى ليا من ايطرو. كما كتشوفوا دابا راني صفيت خيزو ولفت حيتاش طابو ليا. دابا غندوز نضيف القرعه الخضراء، وغنضيف القرعه الحمراء، وغنضيف لي الشو اللي حيدت لي كاع الوراق الفوقانيين مزيان وقسمته هكا على جوج وخليته في الماء كيرطاب. وهنا كنعاود ندير شويه ديال العطريه، غنضيف دابا ربيع قزبر بوحدو مقطع، وغنزيد نضيف شويه ديال العطريه. درت هنا غير راس معلقه ديال الخرقوم، شويه ديال السكنجبير ما نقطعش العطريه مره ثانيه ملي كنضيفوها، وشويه ديال الابزار. وبالنسبه للملح ما غنضيفوش حيت شدفتو في الاول خفتو يجيني مالح، حيت مازال في الاخر غنضيف ملي غطيب ليا مازال الخضره غنضيف السمن في الاخر. صافي دابا غنضيف الماء يكون سخون طبيعه الحال باش يكمل الطياب ديالو الخضراء وباش يبقى لينا باش نرويو كسكسو. صافي دابا غنسد عليها تقريبا واحد 20 دقيقه طيب ليا الخضره والكسكسو ديالنا واجد. هو دابا راني صفيت الخضره كامله راه طابت دابا. وبالنسبه للمرقه ديال الكسكسو ها هي كما كيبان لكم، راني زدت ليها واحد المعلقه ديال السمن. صافي غندوز دابا نفور كسكسو تفويره الاخرى باش نسقيه. دابا هذه التفويره الثانيه ديال الكسكسو، التفويره الثانيه والتفويره الاخرى، وغندير دابا السمن. بسم الله وحطيت دابا الكسكسو في الطبسيل ديال التقديم، ودابا غنبدا نسقي الكسكسو ديالي على بركه الله. كما كتشوفوا المرقه راه كتجي خاطره كما بان لكم.
كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكسكسو ديال اليوم. هذا هو فطورنا. ملي كيكون فطورنا كسكسو ما كنقدروش نخلطوا مع شي حاجه اخرى، يعني غير كنفرقوا الصيام وكنقولوا بسم الله كسكسو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف وينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تنساوش بارطاجيوه مع الاصدقاء والعائله وديروا لي لايك ما تنساوهاش، وتهبطوا التعليق وتخليوا لي شي تعليق يكون زوين غير باش نتشجع ما نقطعش على الفيديوهات نكمل معاكم. شكرا لكم على المشاهده، الى فيديو جاي ان شاء الله وبصحه فطوركم.